تذكير بأهم العناوين. ارتفاع أسعار البضائع في تكريت يحصل قدرة الأسر على شراء الملابس ومستلزمات عيد الفطر، ودعوات لمعايشة أوضاع الطبقات الفقيرة. مختصون يطالبون بإبعاد النازحين عن التنافس السياسي والسماح بتصويتهم في مناطقهم الأصلية بانتخابات مجالس المحافظات. السوداني يلوح لاستعادة الدينار قيمته النقدية والمباشرة بتصدير نفط كردستان، والبرلمان يهيئ أجواء الاتفاق السياسي لتمرير الموازنة. الشمري يرفض تحويل العشيرة إلى بديل لمركز الشرطة، وضوابط جديدة للمدارس الأهلية، والأزيديون بين الإرهاب وحنين الرجوع لسنجار. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير في أمان الله.